واحدة أيضا من سيدات مصر اللي كان لها نصيب في الحصول على مركز متقدم في جوائز مصر للتميز الحكومي كانت الأستاذة هند مصطفى السعدني الحاصلة على جائزة أفضل موظف حكومي في جامعة بنها. طبعا ده أكيد ثمار عملها في العديد من المبادرات الداعمة لرؤية مصر 2030. الأستاذة هند موجودة معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير عليكي أستاذة هند وألف مبروك. صباح النور، الله يبارك فيكم. أستاذة هند، حضرتك يعني نقدر نقول أنك بتساهمي في تغيير الصورة النمطية اللي كانت بتقدم في لسنوات طويلة في الدراما عن الموظف الحكومي بصفة عامة. أعتقد بعد حصولك على الجائزة دي الوضع هيختلف تماما في الفترة الجاية. الحمد لله، هو الوضع مختلف من قبل حصولي على الجائزة. ده سبب حصولنا على الجائزة. احنا هدفنا ان احنا نغير الفكرة دي ونحسن الصورة الذهنية للمكان اللي احنا شغالين فيه اللي هو كلية هندسة بنها. يعني انا هدفي دايما ان المتعامل لما يجي معايا يبقى سعيد هو خارج، مش بس راضي ان الخدمة بتاعته انتهت، لا، سعيد وحاسس بالرضا وحاسس ان هو ممكن يرجع كأن حد من اهله موجود في المكان، مش حاسس ان هو فيه روتين وتعقيد واي مشكلة. فالحمد لله ده بيساهم في ان المتعاملين يبقوا فعلا راضيين عن المكان وهم خارجين منه. يعني أفضل موظف حكومي جايزة برضو ربما غريبة بعض الشيء على مسامع بعض المصريين. يا ترى إيه المعايير اللي استندت إليها لجان تحكيم المسابقة عشان تبحث عن أفضل موظف حكومي داخل مصر؟ هم بحثوا برضو في كذا معيار احنا كنا مقدمين عليه، ان هو اساس اول حاجه الابتكار في المكان، ان انت ما انتش قاعد في مكان فيه مستحيلات من امكانيات، لا، انت في مكان عادي، بس انت ممكن تقدم ايه من خلال المكان اللي انت فيه؟ ايه الادوات اللي انت ممكن تحدث بيها تساعد بيها في المكان؟ خدمه السبع نجوم، انت بتقدم خدمه الدرجه بتاعتها عامله ازاي؟ بتساعد فعلا في تطوير المكان ولا انت نمطي وبتطبق القانون وما بتحاولش ان انت بس تحسن من المكان وتحسن من اسلوب العمل بتاعك؟ طبعا استخدام ادوات التكنولوجيا الحديثه، التحول الرقمي، هل انت بتطبقه في المكان ولا لا؟ في معايير كتير استندت عليها وكان اساسها ان انت بتطبق فعلا كل حاجه بتساعد المتعامل بتاعك ان هو يخرج راضي ولا لا. أكيد يعني الخدمات حضرتك بتتكلمي إن الخدمة لازم تكون سبع نجوم وده اللي قدرتوا توفروه، إيه أنواع الخدمات اللي كنتوا بتقدموها؟ شوفي، هو احنا ما كنا انا ما كنت مقدمه في المسابقه كان من ايام ما كنت في الاي تي في ايام الكورونا، ايام ما كان الموظفين كان اصلا في تخفيض نسبه العمل، فكان نسبه العاملين في المكان عدد قليل، ومع ذلك انت لازم تخدمي كل المتعاملين في المكان من خلال طبعا النت، من خلال واتساب، من خلال اي حاجه، اي وسيله، لان ما كانش فيه التقاء في استوفيه. فكان الحمد لله وقدره الله يعني ان احنا استخدمت جميع الادوات اللي ممكن اقدر اتعامل معاهم بيها واحدث بيها اساليب العمل بحيث ان اقدر استوعب اكبر عدد ممكن، وده اللي خلى كل الحمد لله الطلبه نفسها والاعضاء هيئه التدريس والمتعاملين اللي كان ليهم اي مصالح عندنا في الكليه كانوا بيوجهوا رسائل شكر من نفسهم. يعني انت متخيل انت بتروح تاخد الخدمه بتاعتك تخرج خلاص خلصت، لا، هم كانوا بيوجهوا رسائل شكر من كتر ما هم خارجين راضيين مطمنين، ما حدش كان عنده اي نسبه قلق. فالحمد لله. وبعد كده ما رحت العلاقات العامه، في مبادرات كتير احنا ساهمنا فيها ان احنا ننشرها، بحثت برضو عن التحديات في الكليه، ايه التحدي اللي موجود؟ يعني هو ده الهدف اصلا من الجائزه، ان انت تعالج اي تحدي برضو موجود عندك، ما تقفش تقول لي انا عندي مشكله فانا مش عارفه اتعامل فحل لي، لا، ما حدش يحل لك، انت كموظف في المكان بتاعك حل المشكله اللي تواجهك، شوف التحدي الموجود وساهم مع الاقسام الاخرى، مش لازم تبقى برضو عملتوا ده ازاي؟ يعني خضعتوا لتدريب علشان تقدروا تطوروا من الاداء، ولا ده كان نابع منكم، ولا ده كان خطه عمل موضوعه لكل الكليه واشتغلتوا عليها؟ يعني جت منين الفكره؟ التدريب ده يعني موجود طول الوقت، تحديث ان هو في بند برضه في معايير الجائزه الحكوميه اللي هو انت بتحدث نفسك طول الوقت ولا لا، فانا الحمد لله طول الوقت باخد دورات بحدث نفسي، باخد ماستر، باخد دورات مهنيه، باخد دبلومات، فطول الوقت الحاجات دي يعني خدت دبلومات هندسه برمجيات وانا اصلا ادب اعلام، دي ساعدتني في التعامل بكل الادوات الرقميه المتاحه والغير متاحه اللي قدرنا نتعامل بيها ونعمل تقارير يوميه ونعمل جانت شارت ونعمل حاجات كتير جدا نعرف نتعامل بيها. وبرده الماستر بتاع ام بي اي
ساعد في ان برضو اني عرفت اتعامل برضو بادوات كتير جدا، الى جانب ان في خطه عمل طبيعي احنا بنحطها. يعني اول ما قالوا في مثلا ازمه الكورونا في خطه عمل حطيناها، في دراسات عملناها، وهنعمل يعني عملنا بزنس موديل لكل حاله كنا داخلينها. والبزنس موديل ده مش في الحكومه بيتطبق قوي، يعني ممكن في الشركات الخاصه، لكن احنا عملناها على كل حاجه جديده كانت طارئه علينا كنا بنعملها، ونبحث قبل ما نذكر حاجه ايه الادوات اللي محتاجينها، ايه التحديات اللي هنقابلها، ايه العقبات ونعالجها ازاي. طب يعني احنا معلوماتنا ان حضرتك برضو خدت الجايزه على اساس انك اشتغلتي في عدد من المبادرات التي تدعم رؤيه مصر 2030، ايه هي ابرز هذه المبادرات وازاي يعني هتكون مصر فين سنه 2030؟ بص، هو انا فكرتي دايما في المكان الحكومي انا او اي موظف، انت المفروض المكان بتاعك ده ينتج بندين اثنين، اولا تطبق رؤيه الدوله، دي اساسي، لان رؤيه الدوله دي هي اللي انت لو مشيت عليها هتحقق فيها التقدم للمكان اللي انت فيه، وانت اولا هتحقق تقدم لنفسك وللمكان اللي انت فيه وللناس اللي حواليك، والناس اللي حواليك منهم اهلك. فكان في منها مبادره مراعاه رايت والاحتياجات الخاصه تاهيلهم لسوق العمل، دي كانت مبادره جميله جدا، وكانت معامل الكليه واعضاء هيئه التدريس من الكليه، وجبنا فيها الطلبه من جميع الفئات المختلفه ان هم يتدربوا عندنا علشان يخرجوا لسوق العمل. في ان احنا برضو احنا ليه ما يبقاش لينا دور ريادي؟ انا كليه هندسه بنها، بس انا ليه ما يبقاش ليا دور ريادي؟ عملنا تشبيك افريقي، ان احنا عملنا منح، بدانا في اخذ الاجراءات والموافقات ان احنا نعمل منح لطلاب القاره الافريقيه، احنا عايزين ناخد المكانه بتاعتنا، فاحنا لازم نعمق العلاقات. ليه احنا ما نطبقش ده عندنا؟ كل مكان مهما كان صغير انت ممكن تعمل فيه اللي تقدر تساعد المكان اللي انت فيه والدوله عامه والناس اللي حواليك ان انتوا فعلا تحققوا الرؤيه بتاعه الدوله. في كذا حاجه، يعني مثلا لما قابلنا تحدي اللي هو عندنا الموظفين السنه الجايه هيبداوا يقلوا التلت، فعملنا تدريب على الادوات اللي تتعامل بالادوات الرقميه عشان نقدر نتغلب على العدد الصغير بتاع الموظفين اللي هيكون موجود. يعني احنا بنشوف كل حاجه ممكن اعملها في الكليه نعالجها ازاي، وكنت بقدم بيها اقتراحات للتطوير الحمد لله، كنت باخد موافقات دايما عليها، ونبدا نعمل خطه للتنفيذ ونشوف التحديات ونعالجها. اكيد واضح استاذه هند ان انت عندك حاجه اسمها اداره الازمه واستباق الامور مع طبعا الدراسه والتعليم، اعتقد ده بيفرق جدا في المستوى بتاع اي حد. الفتره الجايه اكيد واضعه برضو خطط واهداف ليكي علشان تقدري توصلي نجاحك الوظيفي في الجامعه. اكيد طبعا ان شاء الله، يعني احنا عايزين برضو نحقق رياده اكبر، وكليه هندسه بنها دي تبقى، يعني انا كان هدفي لما قلنا نعمل تشبيك افريقي ان الناس في افريقيا يتكلموا على هندسه بنها، وبالتالي يتكلموا على بنها نفسها كمدينه سياحيه، وان هي لازم يلقى الضوء عليها ويتكلموا على مصر عامه. فيعني انا عايزه اوصل ببنها ومصر كلها ان هي تبقى في كل مكان ان شاء الله باذن الله. فلينا خطط كتير، ولينا ان شاء الله في خطه لسه بناخد موافقه عليها ان هنبدا التصدير نفسه لافريقيا، لان الكليه عندها منتجات رهيبه جدا وعندها ورش، يعني حاجات ممكن ان احنا نبدا ندخل فيها في سوق التصدير، فتساهم كمان في اقتصاد الدوله. يعني احنا انت عارفه، لو عارفه تصنعي نظريه الباتر فلاي، انت كفراشه ممكن تضرب جناحها في اي محيط وتاثر في العالم كله. احنا يعني كليتها تتبنى، بس انت في مكانك لو حتى وانا موظفه صغيره انت مش قليله، لا انت تقدري تغيري في العالم كله، بس ابتدي بالمكان اللي انت فيه. صحيح بشكرك جدا جدا يا استاذه هند. استاذه هند مصطفى السعداني الحاصله على جائزه افضل موظف حكومي، شكرا جزيلا لحضرتك.